السلام عليكم شباب، معكم عبد الله من قناه ريد بوكس جيمنج. في فيديو اليوم راح استعرض لكم مؤتمر بثزدا في E3 2019 واهم الاعلانات اللي اعلنوا عنها بثزدا. في البدايه عندنا لعبه Fallout 76، اللعبه اللي اصدرت في السنه اللي طافت واللي كان عليها ميكس ريفيو والاغلب كان سيء. اعلنوا عن اضافه مجانيه باسم ويستلاندرز راح تخلي اللعبه شويه احسن وراح ترد الام بي سيز وراح ترد كذلك الحوارات المتعدده مع الام بي سي اللي مشهوره فيها لعبه Fallout. بالاضافه على ذلك اعلنوا نيوكليير وينتر واللي هو عباره عن طور الباتل رويال 52 لاعب. بالنسبة لإضافة ويستلاندرز راح تتوفر في خريف 2019، وبالنسبة لطور الباتل رويال نيوكليير وينتر راح توفر بتاريخ 10/6، نوع من أنواع البيتا. وبالنسبة للعبة فهي متوفرة بشكل مجاني حق اللاعبين من تاريخ 10 إلى 17/6. ثاني شيء أعلنوا عنه اللي هو Elder Scrolls أو سيريس لElder Scrolls وعالم Elder Scrolls. فكلنا نعرف ان Elder Scrolls الجزء السادس هو تحت التطوير، وكذلك قال تود هاورد المخرج التنفيذي حق اللعبة ان اللعبة قاعد نشتغل عليها بشكل جدا كبير. اما من ناحية Elder Scrolls Online فاعلنوا عن اضافة جديدة بعنوان Dragonhold راح تتوفر في خريف 2019. اما Elder Scrolls Legends فهي عبارة عن لعبة الكروت الخاصة في عالم Elder Scrolls، راح يتوفر لها اضافة جديدة في تاريخ 27/6. والشيء الاخر لعبة Elder Scrolls Blade الخاصة في الموبايل اللي اعلنوا عنها السنة اللي طافت والمتوفرة كنسخة دخول مبكر في الهواتف، اعلنوا انها راح تتوفر في خريف 2019 على جهاز النينتندو سويتش. الشيء الثاني زينماكس اونلاين ستوديو واللي تبع بثيسدا واللي شغالين كذلك على لعبه Elder Scrolls اونلاين اعلنوا عن لعبه جديده كوماندر كين. هذه اللعبه راح تتوفر بشكل مجاني على الهواتف النقاله وراح تلعب بكوماندر كين، اللعبه مشابهه تقريبا للعبه كلاش رويال وراح تتوفر على اجهزه الهواتف النقاله. بعدها دخل المخرج الكبير شينجي ميكامي المخرج المنفذ للعبة Resident Evil وكذلك Evil Within واعلن عن لعبته الجديدة باسم Ghostwire Tokyo. هذه اللعبة اللي تتكلم عن اليابان في وجود وحوش واشياء غريبة، هي عبارة عن اكشن ادفنتشر ولكن ما اعلم متى راح تصدر او الويندو ريليس مالها. بعدها أركين ستوديو الاستوديو اللي خلف لعبة ديس اونر وبراي اعلنوا عن لعبة جديدة باسم ديث لوب واللي راح تلعب بشخصيتين. وبعدها وولفنشتاين يونج بلاد اللي راح تصدر في 26/7 واللي تتكلم عن بنات بيجي اللي نعرفها في سلسلة وولفنشتاين، واللعبة راح تدعم طور الكواب واحداثها راح تكون في عام 1980 وراح تقدر تقاتل النازي. Even more unpredictable. بعدها تم الاعلان عن لعبة Rage 2 واضافة جديدة للعبة اللي راح تتوفر في 2019، هذه الاضافة بعنوان Rise of the Ghost. الاضافة هذه راح توفر لك منطقة جديدة وكذلك ميني كامبين، يعني مو كامبين كبير ولكن ميني كامبين. Orion can work with any game engine. And we'll improve player. وبعدها استعرضوا لنا أوراين. أوراين هذا خدمة البث أو الستريم الخاص بشركة بثيزدا، واستعرضوا فيها لعبة دوم وهو يشتغل 60 فريم. كذلك استعرضوا لنا لعبة دوم إترنال اللي راح تتوفر في 22/11/2019 على البي سي والبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والسويتش والستاديا. وأثناء الحديث عن دوم أعلنوا عن الكولكتر إديشن واللي داخله لايف سايز هيلمت نفس هيلمت مال هيلو، ولكن هذا الهيلمت خاص في لعبة دوم. هذا كان تغطية لمؤتمر بثيزدا في معرض E3 2019. كان معكم عبد الله من قناة ريد بوكس جيمنج. لا تنسون اللايك إذا عجبكم المقطع ومشاركة هذا المقطع مع أصدقائكم والاشتراك بالقناة. أشوفكم في فيديو ثاني، مع السلامة.